بشرى عريف المديره الاقليميه للمديريه الاقليميه لعماله مقاطعه الدار البيضاء انفا. انطلقت اليوم الحمله الوطنيه للتلقيح لفائده الفئه العمريه 12 14 سنه من التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليميه العموميه والخصوصيه والبعثات الاجنبيه. هاد العمليات ديال التلقيح اللي غيتلقح فيها داخل مديريه انفا حوالي 25000 من التلميذات والتلاميذ من اجل تحقيق يعني المناعه الجماعيه ومن اجل مواصله موسم دراسي ان شاء الله عادي في ظروف جيده. اذا هذه الانطلاقه كانت الحمد لله كانت سلسه جيده، كان استقبال جيد للتلميذات والتلاميذ رفقه الاولياء الامور ديالهم. طبعا لانجاح هذه الانطلاقه كان هناك مجموعه من الاجراءات التنظيميه اللي سبقت طيله شهر غشت من اجل تحضير هذه المراكز، وكذلك السهر على تعبئه كل ما هو لوجيستيكي وكل ما هو يتعلق بالموارد البشريه الكفيله بهذا او التي ستتكفل بالتنزيل ديال هذه عمليه التلقيح. هي عمليه اشتغلنا فيها بشكل وثيق وبتنسيق تام مع وزاره الداخليه وتحديدا عماله مقاطعه الدار البيضاء انفا وكذلك مندوبيه وزاره الصحه، كذلك مشكورين الطاقم كله من اجل الانجاح ديالها. والحمد لله نسجل ارتسامات جد ايجابيه هذا الصباح بكل من المركزين اللذين اتخذا على مستوى مديريه انفا، بكل من بلوط ومرت في جماعه سيدي بليوط وكذلك النصر في الجماعه ديال المعارف. ندعو التلميذات والتلاميذ والاباء كذلك لمزيد من الانخراط، خاصه وان البارحه دائما في اطار التعبئه والتواصل حول العمليه تم اللقاء مع فيدراليه جمعيه اباء واولياء التلاميذ على مستوى انفا وصحبه طاقم طبي من اجل التواصل حول هذه العمليه. واتمنى التوفيق ونجاح موسم دراسي ان شاء الله موفق لجميع التلميذات والتلاميذ. السلام عليكم. الحمد لله اليوم داز الامور كما ينبغي ونتمنى الله يكون خير ان شاء الله. وهذه بادره مزيانه الحمد لله لانه في صالح ديال الوليدات ديالنا باش يحضروا الدراسه ديالهم بصفه حضوريه ان شاء الله، لانه صراحه التجربه ديال الدراسه عن بعد كانت شويه ناقصه. دونك نتمنى الله خير ان شاء الله. سلام، انا سميتي آلاء، كبرى في مدينه كازا في المغرب، عندي 12 عام، غادي ندخل في بروميير كوليج. دازت العمليه ديال التلقيح مزيانه، ما حسيت حتى حاجه وكل شيء دازت بخير. درت الفاكسون باش نقرا نقرا في المدرسه وما نقراش على ديستانس. كل الوليدات اللي غادي يديروا التلقيح ما يخافوش، راه غير صغيره وصافي ما يحسوش بها وصافي وشكرا. السلام عليكم، سميتي ايمن، شنو سميتو، شو انترون كومون. دازت عمليه التلقيح مزيانه الحمد لله، شنو سميتو، ما كانش بشي حاجه صعيبه. المهم كنصح بالاطفال والتلاميذ اللي في نفس السن ديالي ولا اقل مني ولا اللي كثر مني يمشيو يديروا التلقيح دابا، حتى من الاحسن يفيتو كورونا ونكملوا الدراسه ديالتنا عادي ان شاء الله كما كنا شحال هذه. وشكرا.